وللحديث عن تمكن أسرى فلسطينيين من الهروب من سجن جلبوع شديد الحراسة قرب بيسان ومصير باقي السجناء، معنا عبر الهاتف من اسطنبول المختص في الشأن الفلسطيني صلاح الدين العواودة. أهلا بك معنا أستاذ صلاح. حياكم الله، مساء الخير لك والأستاذ الشاهدين. أهلا بك أستاذ صلاح، هل وضعتنا في تفاصيل أكثر عن عملية الهروب التي يبدو أنها لم تكن آنية بل خطط لها خلال سنوات؟ بسم الله الرحمن الرحيم. واضح وفقا لما نشر من الإعلام حتى هذه اللحظة أنها يعني عملية ناجحة بامتياز، وبالتأكيد هذه العملية من الصعوبة بمكان لدرجة أنها قد تبدو مستحيلة في نظر الكثيرين، ولما يتمتع به سجن جلبوع من إجراءات أمنية مشددة ومن تحصينات مادية كثيرة تكنولوجية وغير تكنولوجية لمنع أي عملية هرب، ومع ذلك هذه العملية حصلت. ووفقا للمعطيات المنشورة بالتأكيد أيضا أن هذه العملية استمرت أشهر لا تقل عن 3 أشهر من العمل المتواصل حتى وصلوا إلى هذه النتيجة، وشمل العمل أيضا تحضيرات قبل البدء به بالحصول على أدوات استخدامها. لذلك نحن نتحدث عن عملية معقدة جدا من كل النواحي، وتحتاج إلى نفس طويل وإلى إجراءات أمنية مشددة جدا من قبل الأسرى أنفسهم حتى يصلوا إلى المرحلة النهائية. فالإجراءات الأمنية داخل السجن يعني تمتاز بالتدقيق الشديد والمراقبة الشديدة على الأسرى، وبالتالي من الصعب بمكان أن تخفي عمل سري بهذا الشكل. طيب، وبهذا الحجم في أحد ملاذين السجن. هذه العملية تعتبر فعلا يعني سابقة، ولكن ما الذي تعنيه لحكومة الاحتلال الصهيونية التي خرجت بطبيعة الحال مؤخرا من معركة سيف القدس وأزمة حي الشيخ جراح؟ بالتأكيد هذه العملية كن يحلم بها رئيس الوزراء الحالي ولا حكومته الضعيفة، وستضيف له خسارة أخرى وضربة إضافية بعد قتل الجندي قبل أسبوع، أو ما يسمى باللسان الصهيوني الإخفاق بقتل الجندي على حدود قطاع غزة. واليوم يعني أزمة أخرى تدخل بها الحكومة، بالإضافة إلى مصلحة السجون ووزير الأمن الداخلي، والذي يعني تداعيات على جميع المستويات، من مستوى السجان الذي كان يداوم ليلة أمس في القسم الذي تمت الهريبة منه، مرورا بضباط الاستخبارات والأمن في السجن والمسؤولين عنهم من مدير السجن والمدراء الأكبر منه حتى وزير الأمن الداخلي وحتى حكومة الاحتلال. هذه العملية هزة أرضية في المنظومة الأمنية الصهيونية وتداعياتها كبيرة وبعيدة المدى، لكنها في المقابل أيضا لا شك من الضروري الحديث مع إدارة السجون في مثل هذه الحالة تحاول أن تفرغ غضبها في من بقي لديها من الأسرى وليس نعم. في من هرب. هنا هذا يعني هنا سؤال سيد صلاح، ماذا عن أوضاع باقي الأسرى الفلسطينيين في سجن جلبوع؟ هل من معلومات عنهم من داخل السجن، خاصة أن هيئة شؤون الأسرى والمحررين أطلقت نداء للمؤسسات الحقوقية بضرورة زيارة السجن؟ ليس فقط سجن جلبوع، لا شك أنه هو الآن في عين العاصفة وكل التركيز عليه والتشديد عليه والإجراءات الأمنية المشددة. هناك حالة طوارئ يتم إعلانها بالعادة في مثل هذه الظروف. حالة الطوارئ يعني إغلاق على الأسرى جميعهم بدون أي حركة، ويتم مصادرة حقوق الأسرى جميعا اليومية من خروج إلى ساحة التنزه أو حتى أنواع الطعام التي يحصلوا عليها، وبالتالي يشهد كثير من التشديد في الإجراءات اليومية، إضافة إلى حملات التفتيش الانتقامية. يعني اليوم سجن جلبوع يعاني من حملات تفتيش انتقامية وليست للبحث عن الذين هربوا، الذين هربوا انتهوا وغرفتهم الآن فارغة وبحاجة إلى إعادة بناء من جديد أو إعادة يعني تصليح، ولكن
الأسرى الباقون في السجون الآن يتعرضون لحملة تفتيش تعسفية انتقاما منهم ولردعهم عن تنفيذ محاولات مشابهة من خلال إخراجهم في أوقات متتالية متقاربة. شكرا. للتفتيش، تفتيشهم بشكل دقيق جسديا وتفتيش أغراضهم ومصادرة كثير من الأشياء لديهم. نعم، إذن المختص في الشأن الفلسطيني صلاح الدين العواودة، كنت ضيفا عبر الهاتف من اسطنبول، شكرا جزيلا لك.